لان برضو خلي بالك الاقتراع داخليا انت بتتكلم على الاف من المقرات الانتخابيه، انما في الخارج في دول زي الولايات المتحده الامريكيه هم عباره عن 3 مراكز اقتراع. يعني عشان المواطن انه يسافر الاف الاميال، ودي قاره امريكا طبعا. دي قاره، او ان هو يسافر يعني، فنقدر نقول ان هو كان الاقبال في الحدود المتعارف عليها. في الدول الاوروبيه ايضا بيبقى ممكن يوصل لمقرين فقط برضو، يعني مش متاح له في الحي او في المدينه او في التاون او القريه اللي هو بيسكن فيها اوروبيا. اما الدول العربيه فلها وضع استثنائي ووضع خاص، لان اولا دوله زي الكويت هي دوله صغيره، هي مدينه يعني، ولكن الجاليه المصريه اللي فيها كبيره، فدي كان فيها اقبال كبير. أعتقد نفس الكلام، قطر نفس الكلام، الإمارات نفس الكلام، المملكة العربية السعودية أيضا هناك كتلة فاعلة وأكبر جالية مصرية في المملكة العربية السعودية. بس حاضر أقول إن هو في حدود المتعارف عليه. موضوع الخروقات، لا هو أصلا كمان البلاد اللي هناك لن تسمح بخروقات. يعني المصري عندما يعمل في الخارج بيكون حذرا جدا، يعني يمكن بيتخلى عن بعض الحذر هنا في الداخل، ولكن في الخارج بيبقى ماشي حذر جدا، لانه مش عاوز يجيله ملحوظة، ولا عاوز يجيله اي مخالفة، وعاوز يؤدي الواجب اللي عليه ويحترم. يعني ما يقدرش يعمل صخب، ما يقدرش يعمل ضوضاء، ما يقدرش يعمل اي مظهر من مظاهر التجمعات التي قد تقلق الدولة اللي هو بيعمل فيها. فبالتالي يعني من الصعب انك تشوف في الخارج خروقات. هايل جدا. طب انت طبعا اكيد حضرتك